منا اللي هي حماس وفتح يبقوا متحدين مع بعض وفجر مزبوط لمصلحة الشعب الفلسطيني. احنا مناش نبكى كل واحد راس فينا، لا بدنا فتح تبكى الراس ولا بدنا حماس تبكى الراس، بدنا نبكى احنا متحدين وكلمتنا واحدة. والله احنا كلنا املها تنجح، يعني بطلنا نحس بصراحة لأنه صارت كثير محاولات وكان الواحد متفائل كثير، بس بدعي الله انها تكون هاي المرة هي عن جد المرة المنتظرة زي ما بيحكوا وتمشي الأمور بسلاسة ويكون الوضع تمام 100% وترجع الأمور زي ما كانت زمان. المختلف انه رئيس الوزراء وصل غزة، يعني ما اعتقدش انه في مرة من المرات وصل لهناك، فان شاء الله تكون هاي بادرة خير وبادرة فعلية جدا لأمر ان شاء الله يصير واقع ان شاء الله. أول شيء ألف مبروك لشعبنا الفلسطيني على المصالحة، وهي فتح وحماس اصطلحوا، وأنا بدعو الكل لمصالحة شعبية، يعني مش بس فصائل وعيال وأي حدا متخانق مع أي حدا كلهم يصطلحوا بهذا اليوم، وألف مبروك إلنا وإلكم. يا رب يا الله ترجع فلسطين، ترجع اللي برا واللي جوا والمكان، وان شاء الله انها تكون بدايه النهايه للانقسام، لانه اصلا الانقسام هذا يعني اكبر خطا كان. ان شاء الله انه يعني جماعتنا هذول اللي مستلمين زمام الامور يرحموا هالشعب يرحموا هالناس، يعني لانه هذا الانقسام دمار يعني، والله يهدي النفوس يعني، ما يعني شغله بتبسط، وان شاء الله انها تكون للاحسن ولمستقبل الشعب ولمستقبل هالأطفال هذول، إنهم يكونوا عايشين بشكل يعني موحد وإخوة. وهاي الانقسامات يعني كلها أصلاً ضد القضية من البداية يعني. المصالحة برضو مليحة بين حماس وفتح، برضو حماس بتقدم أشياء وفتح بتقدم أشياء أحسن، عشان ما تصيرش حرب أهلي مع بعضهم، يعني بتشف الاحتلال الإسرائيلي معانا. لا ان شاء الله يعودوا مع بعض، اكيد يرجعوا مع بعض ان شاء الله، بكون الشيء لصالح الجميع. يعني عبوا مشاف ان شاء الله راح تزبط، وان شاء الله يعني لقدامنا الاحسن ان الله رد، يعني هيك احنا حابين بنضل يعني حلوين مع بعض وبنضل شعب فلسطيني شعب واحد يعني. انت كيف والله يعينهم في غزه، يعني بهمنا وضعهم كثير.